كتير منا بنصادف في حياتنا نموذج لواحدة، أو أنتي نفسك بتتسألي هل أنا بالرغم من إني بشع أنوثة، أو أنتي معتقدة. كتير بيبعتولي يقولولي، أو بالذات في الاستشارات، تقولي أنا مهتمة بنفسي قوي، أنا جميلة، أنا بلبس حلو، أنا بتدلع عليه، بس بالرغم من كده بتحس إن كل ما بتعمل الحاجات دي النتيجة بتبقى عكسية، وبيزهد فيها أكتر أو بيبعد عنها أكتر، فبتبقى بتتساءل ايه الغلط. والفترة الحالية او الفترة دي، نظرا ان كتير من الستات بدأوا يهتموا بالانوثة، وده شيء حلو ان احنا خلاص بدأ الناس تصحى وتعرف ان طاقة الانوثة دي طاقة مهمة ولازم تبقى عندك، ودي قوة اصلا مش ضعف. فكتير بقوا يطبقوا غلط، عشان كده في نموذج خطر جدا انك تكوني منه او تكون عندك الصفات دي وانت مش منتبهة، ان انت مقتنعة ان انت فائقة الانوثة وشديدة الانوثة، بس للأسف انتي بتمارسي الانوثة السامة، او انتي بمعنى اخر انوثتك من النوع السام او المضر، الانوثة السامة. عشان كده حلقة النهاردة جدا مهمة، هقولك ايه هي الانوثة السامة وايه ملامحها وازاي تبعدي عنها عشان تبقى انوثتك الانوثة الحلوة المفيدة ليكي وجذابة جدا لجوزك، وهتبقى سبب لسعادتك في الحياة. بس قبل كل حاجة، لو انتوا مش مشتركين في القناة يا ريت نشترك، نفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ده، ويلا بينا. طيب انا عايزة اقول لكم اني ما كنتش عارفة ان الانوثة السامة دي منتشرة او موجودة، غير لما بدأت اخد استشارات خاصة وبدأت بنات تحكي لي عن نفسها او عن سلوكياتها مع زوجها ومع اللي حواليها، فاكتشفت لا، ان النوع ده موجود وموجود بكثرة، وبتبقى البنت مقتنعة انها فائقة الانوثة، بس هي للأسف من النوعية السامة او بتمارس الانوثه السامه. اول حاجه او اهم حاجه لازم تكوني فاهماها ان دي من اساسيات الانوثه السامه، وهي للاسف ضعف الثقه في النفس. يعني الانثى السامه او الانوثه السامه بتخليك مقتنعه انك عشان تبقي فائقه الانوثه او عندك الانوثه فظيعه محتاجه توكيدات من غيرك. اوكي، هقول لك يعني ايه توكيدات من غيرك، وبتمارسي ده بانك بتقعدي تسالي او تطلبي ان الناس تاكد على انوثتك وجمالك وكذا. وده انا قلتها لستات كتير، انت عمرك مش هينفع يبقى محركك عشان تبقي جميله ان جوزك يقولك انك جميله، مش هينفع يبقى محركك عشان تلبسي حلو او تهتمي بنفسك او تبقى ريحتك حلوه ان كل مره يعلق، كل مره يعلق. ما هو خلاص خد على ده، هو ده الستاندر بتاعك، ومش هقلل ومش هبقى ريحتي بصل ومش هبقى مبهدله عشان هو يرجع تاني. لان انا شفت فيديوهات بتقول كده، انتوا متخيلين؟ شفت فيديوهات بتقول لا، ما انت اخدتيه على الحلو قوي فهو خلاص كده اشتاق. يعني انا اقوم رايحه بقى شكلي وحش وريحتي وحشه عشان لما اجي تبقى ريحتي حلوه يقول لي واو. ده على اساس ان مفيش يعني غيرك في تكون ست مثلا، يعني انا مش عارفه اللي بينصحوا دول بيقولوا كده ازاي. لا، هو الصح ان انت تبقي ريحتك حلوه فائقه الجمال وفائقه الانوثه، وتوكيداتك واحساسك بانوثتك ده نابع من جواكي، انت لازم تبقي كده. انت مش محتاجه حد يجي يقولك واو، انت المفروض تكوني حاسه ان انت واو. دي الواثقه في نفسها، اللي هو ده يعني مش اقل حاجه عندي، يعني اللي هو ايه، ما هو انا لازم ابقى كده. يعني انتوا متخيلين الليفل اللي انت المفروض توصلي له؟ يا ستي هيقول، ممكن مرات يقول، ممكن تقولي له حابه يعني يجاملك قوي، تقولي له ايه طب يعني كان اهني احلى مثلا، الفستان الاحمر ولا الفستان الاصفر؟ لو انت مقتنعه ان الاثنين حلوين عليك، انت متخيله ليفل الثقه؟ انت اللي هو ايه، انا فعلا شفتها. بقى هتقولوا لي بتمارسها ازاي الانوثه السامه؟ بتيجي البنت كده تقول له ايه، بجد حقيقي يعني الفستان الاحمر حلو عليا، انا كنت شفتها يعني شكله حلو، انا شكلي النهارده حلو قوي، يعني شكلي حلو. يعني حتى بتبقى باين اصلا من طريقتها في الطلب وطريقتها في ان هي عايزه التاكيد على الشيء ده. فدي طبعا من اكبر ممارسات الانوثه السامه. الشيء التاني الاتكاليه. يعني ايه الاتكاليه؟ يعني هي دايما عايزه الراجل يعمل لها كل حاجه، وبتعتبر بقى ان ده دلع. يعني عايزه مين مين ابن التيت اللي فاهمك ان ده دلع؟ اوكي، هو اكيد الراجل بيعمل حاجات كتير، اكيد جزء من الرجوله انه بيشيلك وبيعمل وكذا كذا، بس اللي هي لا، بتوصل لمرحله اللي هي ايه، عارفين انتوا الدلع اللي هو السخيف اللي هي بتاعته وهي ماشيه تقوم قايله ايه، ايه ده انا مش عارفه ايه، انا رجلي ايدي، عارفين الطريقه دي اللي هي دايما طول الوقت عايزاه يعمل لك كل حاجه في الدنيا،
كل حاجه في الدنيا يعملها لها، وتفضل قاعده مضيعه وقتها. هي دي بقى من النقطه اللي هتيجي، تلاقيها مثلا قاعده بقى لها 4 ساعات، ليه انت مثلا ما طلبتيش كذا؟ لا استنيتك تيجي تطلب. طب انت ما انت معاكي نفس الحاجات بتاعته، ومعاكي مثلا الكارت، او معاكي الابلكيشن بتاع طلب الاكل وكذا وكذا، كنت طلبتي له، كنت اتصرفتي. اوكي، اقصى حاجه شتك كنت بعتي له رساله انا هطلب دلوقتي، مش هتقولي ايه اطلب ولا ما اطلبش. يعني انا مش بقول لك انك دايما انت اللي تاخدي الزمام، يعني انت مش دايما انت كل حاجه اللي بتعمليها، لان ده غلط برضو. يعني دي برضو بتبقى ذكوره. هفهمكم، هديكم قصه كده، نموذج عشان تقدروا تفهموا الطاقه دي بتبقى كام. احنا كلنا، عشان بس تعرفوا الصدمه، كلنا فينا جزء من طاقه الذكوره، وكلنا فينا جزء من طاقه الانوثه. لكن الانثى الصح او الانوثه المعتدله بتبقى حوالي 80% انوثه و20% ذكوره، والراجل الصح بيبقى عنده 80% ذكوره و20% انوثه. هتقولي لي يعني ايه 20% انوثه؟ 20% انوثه دول مش بيحط مكياج، مش بيحط كحل، مش بيتدلع، مش بيرقص، لا. ال 20% انوثه دول اللي هم بيبقوا العاطفه بتاعته، يعني اللي هم مثلا الجزء بتاع ان هم مثلا ايه مطبطب على ابنه، يقوم مثلا رايح جايب له كوبايه ميه، هي دي بتبقى من ال 20% بتوعه. لكن تخيلي لو هو مثلا لا ما بيعملش اي حاجه، ان هو مثلا ابنه كح فيقوم هو سايب شغله وقاعد جنبه عشان هو عاطفي ومش قادر ينزل الشغل، ليه؟ اصل انا ابني كح النهارده. في نماذج كده بيبقى عنده العاطفه زي عاطفه النساء، بيبقى عنده الجزء الانثوي عالي جدا لدرجه ان هو ضر الاسره، لدرجه انه ضر الاسره، ان العاطفه الانثويه عليت لدرجه ان هي بقت خطر. العكس صحيح بقى، برضو الست تخيلي ان هي بقت ناشفه جدا، بقت ذكورية جدا، بقت كل حاجة تعملها نفسها، لا ابعد كده، انا اللي هفتح البرطمان، لا مش عارفة ايه. والعكس بقى صحيح، واحدة ممكن تكون قعدت 3 ساعات ما عملتش الاكل، ما قامتش من مكانها، ما فطرتش عشان جوزها ما جاش فتح لها البرطمان. شفتي الفكرة فين؟ لكن لو انتي قاعدة معاه ايه اوكي ايه ممكن تفتح لي البرطمان مرة، بس انتي ممكن تفتحي البرطمان لوحدك. فهمتي الفكرة دي؟ هديكي نموذج. يعني احنا نتخيل مثلا ان في راجل صياد، اوكي، وعنده 4 ستات. احنا طبعا مش بنتخيل كده، انا بديكي مثال. اوكي، نموذج واحدة اللي هي ما بتعملش اي حاجة، مستنيها يصطاد، هو في يوم ما نزلش يصطاد هتعمل ايه؟ هتقعد جعانة. اوكي، واولادها كمان معلمتهمش الصيد وهم مستنيين ابوهم اللي اصطاد. تمام، النموذج التاني او الست التانية، لا هي دي بقى اللي كانت بتصطاد له. يعني ايه كانت بتصطاد له؟ هي اللي تنزل تصطاد، تمام، وعلى طول هي اللي بتصطاد. ايه اللي حصل؟ اوكي، جوزها ده لاي سبب من الاسباب سابها ومشي، هيحصل لها ايه؟ انهيار، هتحس ان هي اتخانت، هتحس انها إيه يعني زي ما بيقولوا مس يوزد، او ان هي كانت مستغله، اللي هي دايما بتقول ايه ده انا ضحيت بحياتي عشانك، ده ايه ان هي ما كانتش بتشاركه، لا ده هي اللي كانت بتصطاد له كمان. تمام، النموذج الثالث، اوكي، ان هي كانت هي بتصطاد، اوكي، وهو بيصطاد، بس الولاد ما علمتهمش يصطاد، فلاي سبب هما الاثنين مش موجودين، الاسره ضاعت، الجيل الاخير ضاع. النموذج الاخير وهو ده نموذج الصح، هي بتعرف تصطاد وهو بيعرف يصطاد، وعلمت الولاد كمان يعتمدوا على نفسهم احيانا. الحل ايه؟ هي عندها طاقه انوثه، هو في الاساس هو اللي بيصطاد، بس هي احيانا بتنزل تصطاد لو هو لاي سبب اتاخر او كده، هي بتعرف تصطاد، وكمان علمت ولادها يصطادوا، هي مش منتظره ان هي تعلمهم هم يصطادوا وهو لو مش موجود. يعني الاسره في الاخر ما اتدمرتش، هي دي طاقه الانوثه المتزنه. يعني انت تعرفي تعملي الحاجات اللي هو بيعملها لك، هو بيعملها لك في الاغلب، هو بيعملها لك. يعني انت بتبقوا خارجين هو اللي بيطلب، ليه؟ لان هو الراجل. لكن انت تقدري تطلبي لنفسك، هو دي المعادله. انت ساعات ممكن تطلبي انت، بس ده مش الاصل. اوكي، زي فكره المساعده الماديه احيانا، زي فكره ان الست ساعات بتصرف مع الزوج احيانا، في اوقات الكوارث، في اوقات المشاكل الـ زي ما بيقولوا الماديه. لكن الاصل ايه؟ الاصل ايه؟ الاصل ان هو بيصرف، تمام، بس انا في ايدي، في ايده، بحاول اساعده، بحاول اعلي معيشتنا، لا قدر الله حصل مصيبه، اوكي، بكل طاقه انوثتك تقدري تقفي على رجلك. اوكي، دي الانوثه اللي مش سامه. الانوثه السامه ان انت ما تقدرش تقفي على رجلك، انت تنهاري لو هو اتاخر، لو هو غاب 3 4 ايام تنهاري. انت المفروض تحزني لو هو، اوكي، لو هو مش موجود لاي سبب من الاسباب، هو مش موجود تحزني، بس هل تقدري تكملي؟ اه تقدري تكملي. يبقى دي ايه؟ انوثه متزنه. انوثه السامه فعدم وجوده انت تعيسه، فعدم وجوده انت حزينه، فعدم وجوده انت منهاره، انت ما تقدريش تعملي حاجه، انت ما تقدريش تساعديه، انت ما تقدريش تساعديه، لا انت مصدر لاسعاد نفسك ولا انت مصدر لاسعاده، انت عبء، انت عبء. من اكتر المشاكل الانوثه السامه ان هي عامله زي الحاجه اللي بتتشال على الظهر،
حرفيا هي ممكن انت اي ست، اي ست بتتشال على الظهر، واي اسره واي اطفال بيتشالوا على الظهر. والراجل لما بيجي يتجوز بيعرف ان ده قرار صعب، عشان كده دلوقتي ما بقوش ياخدوه بسهوله. ليه؟ لان هو عارف انه هيشيل اسره كامله على ظهره. بس في فرق ان انت لما بتحاولي زي ما بيقولوا تخففي وزنك، يعني بتحاولي تساعديه وبتحاولي تساعدي ان هو يقدر يشيلكم. لكن في ناس بتبقى سوري يعني مفلطحه، اللي هو لا ده انت تشيلني وانا بتخن كمان وهشيلك وهشيلك عيالي واسرتي وعيلتي فده صعب قوي. وده 90% الرجاله يا زي ما بتقولوا بتتفطس ساعتها. يعني ايه بتتفطس؟ يعني هو الراجل من كتر ما شال تلاقيه انهار من ناحيه ذكورته، من ناحيه رجولته، من ناحيه انه ما بقاش عنده رغبه معاكي لانه هو الهم بقى رهيب. اوكي، يا بينهار الراجل وبيتفطس، يا بيروح يشوف شيله خفيفه. ايه الشيله الخفيفه؟ انه يتكلم واحده اونلاين، انه يتكلمها في الموبايل، انه يقعد يقول لها لابسه ايه. ما هو مش عايز مسؤوليات، هو مش عايز يشيل تاني بقى، هو مش هيشيل. و90% بيبقى اختيار الراجل ده اللي هي مراته فطسته، ما بيبقاش اختياره مثلا يروح يتجوز تاني، بيبقى اختياره ان هو يقضي الوقت السعيد او ياخد الجزء الخفيف في العلاقه، الجزء اللي ما فيهوش مسؤوليات، الجزء الفن، الجزء المضحك، الجزء المريح للاعصاب. فدي نقطة مهمة، انت بتمارسي انهي نوع من الانوثة؟ طبعا زي ما قلت لكم هي دي اللي ممكن تقعد 4 ساعات عشان ما تفتحش البرطمان، يبقى هي عادة بتبقى بطيئة في قراراتها، بطيئة جدا في قراراتها. انا مع التفكير، انا مع الاستخارة والاستشارة، يعني دايما بيبعتوا لي ناس تقول لي وعملت كذا وكذا ومثلا بتبقى كلمتني، يعني انت متخيلين تبقى اخذت معايا استشارة عشان تاخد قرار معين مثلا في حياتها، في واحد متقدم لها، في قرار، في جواز، في بتاع. يعني عايزه اقول لها طب انت صح كده، انت ما بتضيعيش وقتي، انت استخرتي واستشرتي، يعني انت استشرتي حد اوكي في الجواز وفي الموقف اللي انت فيه واستخرتي، فانت 90% ان شاء الله اللي هيحصل هو الخير. لكن انك تقعدي ما تعمليش اي حاجه، ما تعمليش اي حاجه، انت منتظره الكون هو اللي يلف حواليكي. ده نقطه غريبه، ودي النقطه اللي انا دايما بقولها لكم انتوا ما بتفهموهاش. انا بقول لكم ايه، دايما تبقوا فاكرين ان انا ايه بقول لكم، انت بتلفي في فلك الزوج، انت قاعده مش عارفه ايه تعملي له. انت اصلا لو بتطبقي كلامي صح انت مش عندك وقت. يعني اه انت قاعده جزء كبير ماشي، او قاعده يا ستي انا متخيله مثلا من 30 ل 40% مع جوزك. اوكي، اعتمادا على الوقت، لو انتوا مثلا مسافرين تتفسحوا سواء كده هتقعدي اكتر، انا بكلمك على المتوسط. تمام، ليه؟ لان انت مثلا بمعنى يعني بكلامي انت المفروض ان انت بتلعبي رياضه فعندك وقت الرياضه ده لوحدك، عندك وقت مثلا بتعملي حاجات لجسمك ده لوحدك، عندك وقت بتقري عشان تبقى عندك ثقافة تتكلمي معاه في حاجات حلوة، عندك وقت بتظبطي البيت، بتظبطي الأكل، مش عارفة بتظبطي إيه، عندك وقت بتدرسي، عندك وقت يا ستي بتسمعي فيديوهاتي، أكيد مش قاعدة جوزك جنبك. فالست دي لا هي لازقة ولا هي معتمدة على الراجل، بس هي عندها فكرة حلوة قوي، عندها إيكواليتي. أنا وأنا معاك أنا مبسوطة، أنا سوري معاك في العلاقة أنا مركزة 100%، أنا هبسط وأنا هبسطك، أنا مش عارفة. هي ده فكرها، هي ده فكرها، فكرها مركز. لكن أنا مش هبقى قاعدة ما ايه سايبه اللي بيا واللي عليا وقاعده عماله اشوف هو بيعمل ايه بيسوي ايه. اتكلم اه انت على فكره الكهرباء في ستات كده، يعني في واحده بتقولي ايه انا عارفه ان هو من الساعه كذا لكذا بيكون بيكلم واحده. قلت لها طب انت هتعملي ايه؟ قالت لي انا بقعد اكلمه بقى ايه، اقول له مشاكل في البيت، اقول له تعالى ارخم عليه. قلت لها والله العظيم ده هيصحى لها بالليل، شوفي بقى هيصحى لها بالليل. عارفه انت امتى بقى هو مش هيكلمها؟ لما يبقى الوقت ده انت بتديله نفس المواضيع اللي هو بيديها لها. هي الموضوع بتاعها معقد مش بس دي، تمام؟ هو انت مش معنى ان انت في الوقت ده هتقولي له الحاجات الوحشه المخنيقه ان هو مش هيكلمها، بالعكس ده هو هيتفنن يلاقي وقت تاني. اوكي، هو الحل الوحيد ان انت تتكلمي معاه في نفس المواضيع اللي هو بيبقى بيتصل بيها عشان يكلمها. يعني هو هيكلمها يقول لها ايه مثلا؟ اكيد مش هتكلم معاها في مشاكل الشرق الاوسط، هتبقى المكالمه كلها انت لابسه ايه، انت عامله ايه، من الاخر يعني عشان تبقوا في الصوره. دي ده دي ده الرجاله قاعدين الابلكيشنز دي، انا كل المشاكل اللي بتجيلي راجل بيعمل مين، بيكلم ايه، بيشوف ايه، كلهم في الحته دي دلوقتي. ليه؟ الضغط والهم والقرف وايه والانوثه السامه، الانوثه السامه. انت مقتنعه ان انت انثى، انت كل اللي بتمارسيه اشكال من يعني نوع من انواع الربط، انت بتحاولي تربطيه بكل حاجه، تربطي الربط كويس. وهو اصلا كده كده الست الراجل بمجرد انه بيتجوزها هو اتربط، هو اصلا بينهم ميثاقا غليظا، بس انت مش محتاجه تغلظيه اكتر من كده، هو اوريدي خلاص بقى غليظ، هو عنده مسؤوليه صرف وكذا كذا. انت المفروض بقى تدي ايه المقابل، الشيء المقابل، الشيء المقابل ده لازم يكون من انثى غير سامه، من انثى غير سامه. طبعا الدراما،
من اساس الانوثه السامه المبالغه في الدراما، تتعور، عياط، موقف، عياط، كل حاجه بالعاطفه. يا ستي احنا الحلوه العاطفه، طبطبي عليه، احتوي، اضحكي له، بس عاطفه؟ لا. وعلى فكره حتى الحته الجنسيه هم مش كلهم بيحبوها من ناحيه العاطفه، لا، في جزء رومانسي، خليكي رومانسيه يا ستي، ساعات طبطبي له، احلى لحظات معاه، كل ما افتكر ذكرياتنا، تعبنا سوا، الكلام ده جميل. بس رجاله لا، انا عايزه افاجئك، لا مش الشكل ده بس الوحيد اللي بيحبوه في العلاقه، او اللي هي العلاقه بينكم اصلا، العلاقه مش سرير بس، العلاقه في جزء كبير منها طريقه كلامكم. لا انتي محتاجه حبيبتي تهزري في المواضيع دي، محتاجه تقولي نكت في المواضيع دي، والحاجات دي ما بيبقاش فيها عاطفه، بيبقى فيها ايحاءات. وانتي كزوجه انتي المفروض تعملي ده. انا عارفه ان الحاجه دي ممكن تبان لك حاجه مش مظبوطه، بس هي مش مظبوطه لما تبقى بست في الحرام اللي هم بيكلموهم على الابلكيشنز، تمام؟ لكن في الحلال انتي كده بتحصنيه، وده واجب. ليه؟ لان ده احتياج. هم كده، هو ده، هم كده، ده نوع من انواع الترفيه الحلال بالنسبه لهم، ان هو يقعد يقول نكتة في الحاجات دي، يقول حاجة، يقول موضوع، يتكلم في الحاجات دي بالطريقة المادية، بطريقة مادية، يعني بطريقة وصف، بطريقة تخض كده. استات العاطفية ما بيعرفوش يعملوا الموضوع ده، انت هتمثليه، fake it until you make it. الدموع الاوفر رياكتنج طول الوقت، بتعيط طول الوقت، كنت انت قصدك ايه؟ يعني انت ما بقتش تحبني؟ يعني ايه؟ انا ما بقتش حاسه، انا ما دراما، كل حاجه دراما، 20 سنه دراما، 10 سنين دراما، 3 سنين دراما، 5 سنين دراما، ما انت بتحرقي. يعني هي كل انسان بيبقى ليه لود، يعني انت كده بتحرقي. انت دايما تقولي لنفسك الراجل ده انا المفروض عايزه يقعد معايا 20 سنه، فانا لو بلغت في الدراما هيفطس مني، هيفطس. من اكبر برضو مظاهر الانوثه السامه اللي انت ممكن تكوني لاحظتيها في النماذج دي، اكيد في واحده قريبتك كده، واحده جارتك كده، واحده صاحبتك كده، اكيد شفتي النموذج السام ده. يعني وانا بحكي للاسف، يا اما تكوني انت عملتي تصرف من التصرفات، انت مش شرط تكوني كلك انوثه سامه، انت ممكن تكوني بتعملي تصرف او تصرفات، فانا بقول لك من فضلك وقفيها لانها خطر، اوكي؟ من اكتر التصرفات اللي في الانوثه السامه انها ما بتحكيش، ما بتتكلمش، ما بتتواصلش بطريقه ذكيه، يعني هو ايه؟ افهم لوحدك. زعلان، انت لو كنت حاسس، انت لو كنت بتهتم، عارفين الاغنيه دي؟ هي كده طول الوقت، هي ما بتعبرش، انت المفروض تعبري بطريقه لطيفه، وقلناها 1000 مره، التعبير بطريقه لطيفه، انك مش بتنقضي الشخص الذات، ومش بتجيبي لي القديم والجديد، مش بترصي له، لا خالص، انت بتحكي الموقف نفسه. انا بص، انا عايز اقول لك حاجه، لازم طريقه الساندوتش اللي انت بتقولي في الاول، انت فعلا بتحاول تسعدني وكذا وكذا، بس الموقف بتاع امبارح ما حبيتش منك التصرف كذا، انت بتقولي ان هو تمام، هو تمام، انت موافقه عليه، انت بتحبيه، انت كذا، انت كذا، بس هو عمل موقف لما تقولي حسيت منه، ما حسيتوش، يعني انت بتقولي ان الموقف بس غير جزء من مشاعرك، لكن ايه؟ مش انت طول عمرك والوقت ومن زمان ده عدم تواصل، ده دراما، تمام؟ التواصل بيبقى في موقف كذا كذا. انا بس حابه اقول لك حاجه، امبارح انا حسيت انك لما قلت الكلمه دي او الجمله دي كانت زياده شويه، انت اتعصبت عليا فيها، وانا ده بشكل ما ضايقني، بس انت في الاخر انا فاهمه ان ده كان غصب عنك. شفتي الموضوع بسيط جدا، انا تواصلت بطريقه بسيطه، قلت اللي عندي وما افورتش، قلت المعلومه، لقيتيه مش متقبل، خلاص اوكي، ليتر خلاص، عدي خلاص. هو مثلا لاي سبب لسه اعصابه مشدوده، مش هيحب يتكلم في الموضوع دلوقتي، مش هيكمل دلوقتي، خلاص الموضوع انتهى، اوكي، مش هنزل بقى فيه، تمام؟ فلازم تكوني بتعرفي تتواصلي، بتعرفي تعبري عن احتياجاتك، بتتكلمي، منتظره ايه؟ بقى لك 10 سنين متجوزه، ايه منتظره؟ ايه ان هو يفهمني في العلاقه؟ هيفهمك ازاي؟ انت ما طلبتيش، ما عملتيش، ما شرحتيهوش ايه اللي بيبسطك، ما وضحتيهوش بطريقه عسوله بكذا، ممكن طبعا تفاصيل بعد كده تبقى في كورسات وكده، مش هقدر اقولها بشكل علني، يعني فهمتيه انت عايزه ايه، او وضحتي له بطريقه رومانسيه، بطريقه انثويه وكذا، لكنك ما بتعبريش خالص، ما بتطلبيش خالص، ما لكيش راي خالص، لا مرفوض، كل دي انوثه سامه، لانك حمل. هو مش عارف يبسطك ازاي، هو مش عارف يبسطك ازاي، هو مش عارف يعمل حاجه، فده حمل. الراجل بيعمل ايه؟ بيحصل له نوع من انواع الاحباط، بيعمل ايه؟ بيروح يدور على انثى تانية يبسطها، لان ده جزء من فطرته في الذكوريه، فطرته الذكوريه انه يبروفايد ويبروتكت ويبروفيس، يعني هو لازم يديكي، يحس انه بيحميكي، يحس انه بيبسطك. هو الراجل بيحب يعمل حاجه مقابلها اتشيفمنت، ده جزء من قوامته، جزء من فطرته، جزء من ذكورته الصحيحه، فان هو يبقى تايه دي مدمره. طبعا احساسها دايما انها ضحيه، انها منهزمه، انها كانت نتيجه لظروف،
ودايما بتبرر تبريرات لا تنتهي لكل المواقف، لمشاكل حياتها، لتخنها، لمش عارفه كذا. عفوا يعني انا عارفه ان في ناس عندهم مشاكل وكذا، بس انا اقصد انت ليه بتبرري؟ انت ليه بتبرري؟ انا مع اوكي انا خلاص مرتضيه يا ستي، شكل جسمي كده، انا مش حابه ابقى رفيعه، وتهزري تقولي اه والله ايه ان شاء الله، لا ما اصل الاكل حلو قوي، وتقومي ضحكه يا ستي انت مش مرتضيه جسمك، انت مش عاجبك وزنك وكذا. لو انت عاجبك خلاص خلاص تكيفي معايا. عارفه انت عارفه انك متكيفه مع متقبله شكلك ده لما الاقي ليكي صاروخ بالبلس سايز. وانا ياما شفت ستات، شوفوا الاجانب، ستات كتير جدا بتبقى مليانه وجسمها فيه يا الخمر يا ليل، يعني كل جزء في حته، بيجيبوا بقى شورتات تشد وترفع وتعمل وتلبس ايه وترفع ايه وتعمل شعرها كده على جنبه مع البرفيوم، ظابطه جلدها وبشكلها ده حلوه، واحساسها بنفسها، ثقتها في نفسها. فلو انت كده ابقي كده، لكن ان انت تقعدي تقولي وتبرري وتبهدلي في نفسك ليه، اصلا انا مش عارفه ايه الظروف، الهرمونات، اما انت في جزء كبير مما كسبت ايديكم. الراجل مش هيشيلك، الراجل مش هيفرحك، انت شريكه، شريكه، ارجوكي ما تبقيش انثى سامه، ما تكونيش طاقتك سامه، انت شريكه، هيبسطك هتبسطيه، هتعملي كذا، والست هي اللي بتجيف، لان الراجل اوريدي الجيفنج بتاعه كان خطوه انه يتجوزها، خطوه انه يتجوزك ده كان اول الجيفنج، انا اخترتك انت ان انت اللي تبني معايا البيت ده وتسعدينا، نعمل البيت الحلو. فهو كده ايه زي ما بيقولوا فرش اول فرشه، المفروض تبني بقى عليها، تبداي تقدمي وتعملي وتبسطي ومش عارفه ايه وتهتمي بنفسك ومش عارفه ايه. اللي بيحصل ايه؟ لا الراجل بياخد حاجه تنهار، كانت واحده مبسوطه سعيده جميله حلو مش عارفه ايه، مركزه معايا مش عارفه ايه، العيال النتيجه ايه؟ بيحسوا انه اتصدم، انه اتغش كده، يحصل له ايه؟ انتكاسه، انتكاسه نفسيه، يا بيشوف له شوفه، يا بيتقوقع. قلناها ثلاث حاجات بتحصل للراجل. فيعني طبعا انا عايزاكم تتخيلوا تاني، ده شكل الامور، انت انثى بتهتم بنفسها، حابه نفسها، طاقه جميله، طاقه ايجابيه، مسؤوله، ليست ذكوريه، ليست عنيده، ليست وليست بكاءه، ليست العنيده، يعني هي حاجه في النص كده، ليست الست اللي ايه اللي عماله تحارب في الراجل وتكسر فيه وانا زيك ومش عارفه، دي ذكوريه جدا، ولا هي الايه الانوثه السامه اللي هي ايه انا مش قادره اعمل حاجه، انت اعمل انت مش عارفه ايه، لا هي كده ولا هي كده، هي الست الجميله المهتمه بنفسها، الحابه الحياه كذا، اللي بيها من غيره هي تمام، هي معاه اسعد، معاه احسن، معاه كده، بس هي مش منهاره. اوكي فدي نقطه مهمه، عمرك ما هتقدري تساعدي حد غير ما تساعدي نفسك اولا. وافتكروا المشهد اللي قلته لكم في الطياره لما بتيجي تقع، بيقولوا لهم ايه؟ البسوا انتوا الاول كمامات الاكسجين وبعد كده لبسوا اطفالكم، في اكتر من كده؟ فانت انك تنهي نفسك عشان عيالي، عشان جوزي، عشان حياتي، انت في الاخر بتلومي كل الناس وبتبقي عباره عن عبء. فانا اسفه انك يعني الكلام كان عنيف، لان انا الفتره اللي فاتت كميه الاستشارات كانت اغلبها للاسف انوثه سامه. يا رب تكونوا استفدتوا. لو انت كمان عندك حاله خاصه وحابه تستشيريني انا موجوده، تقدري تحجزي معايا من خلال الروابط اللي تحت. في انتظاركم واشوفكم على خير، مع السلامه.